قدمها بعشرة نقاط. نعيد التذكير بالأهداف مشاهدينا الكرام. الهدف الأول جاء لنادي الأهلي في الشوط الأول في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب أوسو كونان الذي خرج في الشوط الثاني بضربة رأس من أبو تريكا يقابلها أوسو كونان ليضع البطاقة الأولى والهدف الأول للأهلي لينهي الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف مقابل شيء. ثم يأتي فريق تشيلسي الغاني ليدرك التعادل في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب أوبوكو في الدقيقة 58 من هذه المباراة.